وللمزيد أيضا من المتابعة حول هذه الزيارة المهمة لولي العهد السعودي ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور أحمد، بعد تحية هذه الزيارة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية للتأكيد على مدى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة أيضا إلى العمل على دعم وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، أهمية هذه الزيارة دكتور أحمد في نظرك في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني واقع الحال أن أهمية زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر تنبع من أهمية التوقيت وأهمية الوزن والعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين مصر والسعودية، وهي يمكن أن نصفها بحقيقة أنها علاقات شراكة استراتيجية ممتدة تمتد لأكثر من قرن. يعني عندما وقعت معاهدة الصداقة بين البلدين في عام 1927 ثم في عام 1955 معاهدة التفاعل المشترك، ومنذ هذا التوقيت والعلاقات تشهد دائما طفرة ومنحنى متقدم دائما إلى الأمام، تتطور في تشابكاتها ومساراتها الثنائية سواء على المستوى الاقتصادي حيث التبادل التجاري تجاوز 8 مليار دولار، هناك استثمارات سعوديه بمقدار 30 مليار دولار، او على مستوى السياسي والتنسيق الدائم بينهما. ثم تاتي في توقيت مهم وهو التغيرات والظروف التي يشهدها العالم والنظام الدولي فيما يتعلق بالازمات العالميه وارتدادات هذه الازمات على العالم، ومنها بالطبع منطقه الشرق الاوسط، وضروره ان يكون هناك موقف عربي موحد، موقف عربي ورؤى مشتركه تجمع بين اكبر دولتين في المنطقه بثقلهما السياسي والاقتصادي من اجل توحيد الموقف العربي الذي يعظم من المصالح العربيه ومن قوه العرب التفاوضيه في التفاعلات المستقبلية وتحولات النظام الدولي، خاصة أنها تأتي قبل القمة المرتقبة التي تجمع الرئيس الأمريكي بايدن مع قادة المنطقة في يوليو المقبل. وبالتالي هنا أهمية هذا التنسيق أنه يسير باتجاه مسارين، مسار العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة كبيرة في خاصة في عهد الرئيس السيسي، والتي نقول أنها في أوجها هذه العلاقات لما يجمع بين البلدين من قواسم مشتركه من ثقل اقتصادي، الاقتصاد السعودي لديه رؤيه 2030 والمملكه عضو في مجموعه ال 20 الاكبر 20 اقتصاد في العالم، مصر ايضا لديها قوه اقتصاديه واقتصاد واعد ومناخ مواتن وفرص واعده لجذب الاستثمارات في المشروعات القوميه. وبالتالي هنا الزياره تدعم الفرص الكامنه في تطوير هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي على مستوى الاستثمارات المشتركه التي دائما تنعكس على مصالح البلدين والشعبين وتعزز أيضا التنمية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتأكيد دكتور أحمد، هذه العلاقات الاقتصادية ربما هي انعكاس حقيقي لمتانة العلاقات والروابط السياسية التي تربط بين البلدين والعلاقات المتميزة التي لها قدم التاريخ، العلاقات تتسم فعلا بالعمق التاريخي بين البلدين. إلى أي مدى من الممكن أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما أنها هي انعكاس للعلاقات السياسية المتينة بين البلدين بشكل كبير؟ يعني في الواقع أن مسار العلاقات الثنائية الاقتصادية والتبادل التجاري يسير بالتوازي والتكامل مع العلاقات السياسية القوية وفي ما يتعلق بالتنسيق والرؤية. على المستوى الاقتصادي السعودية الآن لديها رؤية شاملة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، تقوم على رؤية يقوم يتولاها ويرعاها الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان، وتقوم على توطين التكنولوجيا، مخاطبة المستقبل، جذب الاستثمارات الأجنبية، المشروعات القومية كما في مشروع اليوم. في المقابل على الجبهة الأخرى من البحر الأحمر هناك أيضا الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، الاستثمارات الضخمة في محور التنمية في العاصمة الإدارية، غيرها من المشروعات التي تشكل أرضية مشتركة لجذب وتدعيم هذه الاستثمارات، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمارات الخارجية خاصة الاستثمارات العربية والخليجية والسعودية، والتي تؤكد دائما على أن مصر هي دائما البلدين هم بلد واحد وأشقاء. هناك أكثر من مليون سعودي في مصر، هناك أكبر جالية خارجية في السعودية الجالية المصرية. هذه العلاقات على المستوى الشعبي على المستوى الرسمي علاقات عضوية حقيقة بين البلدين، وهذا حقيقة ما ساعد على تقويض هذه العلاقات بشكل مستمر، استخدام اللغة بالمسار الرفينة. نقول أن مصر والسعودية بهذا المسار التنموي إنما يهدفان إلى نقل الشرق الأوسط من منطقة صراعات وتوترات وحروب ولاجئين وإرهاب وتطرف إلى منطقة مزدهرة اقتصاديا تقوم على الاستثمار فيها الإنسان، على الاستثمار فيها الشباب الذين هم عماد القوة العربية وعماد
هذه المنطقه وتوظيف الثروات من اجل ازدهار الشعبين المصري والسعودي وازدهار شعوب المنطقه، هذه من ناحيه. ولذلك هنا تتوافق الرؤى الاقتصاديه بين مصر والسعوديه، هذا الى جانب المسار الاخر والمهم ايضا، وهو مسار مواجهه التحديات الاقليميه، التهديدات التي تنبع من الازمات العالميه وتوحيد الرؤى. نقول ان مصر والسعوديه وهذا التنسيق حقيقه شكل زمام امان للامن القومي العربي، منع من الافراط، وقف حائل صمت امام التدخلات الخارجيه في شؤون المنطقه، واجهد كل المؤامرات التي كانت تستهدف تفتيت هذه المنطقه. ايضا هذا التعاون، هذا التحالف الثنائي دعم القضيه العربيه، القضيه الفلسطينيه والتسويه السياسيه في ملفات عديده في سوريا، في اليمن، في ليبيا، كلها بتعكس حقيقه ان هذا القلب الصلب الذي نقول انه القلب الصلب الذي يجمع مصر والسعوديه، اضافه ايضا الى الامارات العربيه المتحده تمثل قاطره تقود المنطقه في مجال التنميه، في مجال مواجهه التحديات والازمات، كل هذا بيكون له مردودات مهمه ايجابيه على المنطقه. واعتقد ان زياره سمو الامير محمد بن سلمان في هذا التوقيت تمثل حقيقة نقلة نوعية في علاقات البلدين، تمثل أيضا دفعة قوية في اتجاه بلورة المواقف العربية للتعامل مع الأزمات العالمية وتداعياتها وتقليل تداعياتها السلبية على المنطقة، خاصة في مجال أمن الغذاء وأمن الطاقة وغيرها من المجالات، وفي المقابل أيضا تعزيم المصالح العربية في هذه التفاعلات الدولية. نقول أن العلاقات المصرية السعودية نقلت العالم العربي والمنطقة العربية من موقع المفعول به خلال السنوات الماضية التي شهدت يعني سيولة وأزمات وحروب وصراعات، إلى الآن موقع الفاعل الذي يعني تتجه إليه كل الأنظار والقوى الدولية، وهذا ما تعكسه حقيقة زيارة الرئيس بايدن للمنطقة التي تؤكد أهمية ومحورية أكيد. العلاقات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.